نبدأ بهذه المجموعة من الكلمات المختارة والتي تستخدم للتعبير عن التحية. إذن هذه مجموعة كلمات تستخدم للتحية مثل سالي بونجور بونسوار بون ابخيميدي بون وي بون سواري بون ريف بون شانس بون كوراج بون ترافاي بون كونتينياسيون تري بيان اي توا بيان فوني او روفوار ا بيانتو ا توتالور ا دومان. إذن هذه مجموعة مختارة من الكلمات التي تستخدم للتحية. المجموعة الثانية تستخدم للتعبير عن الشكر مثل merci, merci beaucoup, un grand merci, je vous remercie, c'est gentil de votre part, avec plaisir, de rien, enchanté de vous voir. مرفوقة بالترجمة باللغة العربية كما هي أمامكم. المجموعة الثالثة وتتعلق بأفراد العائلة والأصدقاء les membres de la famille et les amis. Exemple مثل العائلة la famille les parents الآباء la maman l'homme le papa الأب mon frère ma soeur mon oncle ma tante mon grand père جدي ma grand mère جدتي mon cousin ma cousine ابن الأخ le neveu la nièce ابنة الأخت ma fille, ibnati, mon fils, ibni, le garçon, la fille, le bébé, arradi, la femme, le mari, l'épouse, zawja, zawj, le mari, le mara, la femme. Katalika, hunak, mon ami, sadiqati, nudif e, lil mu'annats, mon camarade, zamili, al-sadaqa, l'amitié, al-ukhuwa, la fraternité. وهذه مجموعة أخرى وتتعلق بالحالة العائلية لا سيتياسيون فاميليال سيليباتير ماريي فيانسي ديفورسي فوف فوف للمؤنث. وهذه مجموعة أخرى وتتعلق بالصفات الوصفية الكلمات التي نستعملها لوصف إنسان أو شيء وتسمى بالفرنسية لزيجيكتيف كاليفيكاتيف مثل بيتي، غران، لان، لان، كور، فاست، جون، فيو، فيي، أكيون، أكتيف، أكتيف، نشيط، نشيطة، مذكر ومؤنث، ديناميك، بو، بي، جولي، مانيفيك، شارمون، شارمونت، إيمابل، أدورابل، جونتي، جونتي للمؤنث، فاد، بولي مؤدب ولطيف فار لطيف مؤدب بولي شغمو للمذكر فاتن شغمو إليكم أنيق أفونتيرو مغامر أفونتيروز مغامرة أنتوزياست متحمس فيديل وفي وفية إدياليس شخص مثالي أمبوزون جدير بالإحترام أنتليجون ذكي intéressant, motivé, étudiant, attrayant, jetteur, prétentieuse, ramenin, réaliste, waqi'i. Accueillant, murahab, accueillant, murahaba, agile, rachiq, ou rachiqa, calme, hadi, ou hadi'a, généreux, karim, généreuse, karima. Compréhensif, متفهم, compréhensible, مؤنث, متفهمة, créatif, créative, doué, courageux, courageuse, fort, discipliné, منضبط, réaliste, responsable, مسؤول, sociable, اجتماعي, passionné, patient, important, مهم, super, super, splendide, amusé, placide, diligent, sage, sincère, serviable, propre, nadif, parfait, متقن أو مثالي. parfait ضدها imparfait, غير كامل أو غير متقن. faux زائف, fausse زائفة. fou مجنون, folle مجنون. idiot idiot أحمق أو حمقى. loufoque hostile. faible incapable. égoïste curieux curieuse. complexe معقد.
كيريوس فوتولي، كيريوس فوتوليا هو محب للاستقلال، دائما في اطار الصفات الوصفيه للادجكتيف كاليفيكاتيف غرو غروس مانس ميغر الوردي باغاكي اترونج اروبون اروبونت اكسنتريك اكزيجون اكزيجونت اكسترافيرتي اكسترافيرتي نوبل اوري مؤنث. وكما قلت فالادجكتيف كاليفيكاتيف الصفات الوصفيه تستعمل للوصف، وصف شيء ما او شخص ما. Solitaire, منعزل, tricheur, hacheuse, tricheuse, hacheuse, pessimiste, متشائم, ديكتورا, optimiste, متفائم, tyrannique, violent, violente, volage, dangereux, dangereuse, sale, hideux, sauvage, débile, habile, jaloux, jalouse, ayur, 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 annexe, jalouse. Ennuyeux, mouille, ennuyeuse, mouille, désagréable, aride, débrouillard, drôle, hypocrite, indifférent, indifférent, insensible, insupportable, indiscret, indiscrète, lumineuse, introverti, montaouin, irresponsable, réel mescoul, malhonnête, réel amine, modré, drôle. متحايل débrouillard متحايلة débrouillard mauvais mauvaise سيء أو سيئة avare بخيل أو بخيلة cruel قاسم vorace parle. هذه مجموعة من الكلمات الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. كنتم إذن مع هذه الكلمات المختارة من أشهر الكلمات الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء في موضوع قادم. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.